السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أول درس في مايكروسوفت إكسل، وبرضه لازم نعرف حاجات عن الإكسل. حاجات الإكسل دوت من أشهر البرامج الموجودة على جميع أجهزة الحاسوب، مش الحاسوب ناس مباشرة، مش برنامج مباشرة، لا برنامج مايكروسوفت أوفيس يعني اللي بنسطبه، يعني فيها الوورد والإكسل والأكسس، بس أشهرهم الوورد والإكسل يعني. أكتر اتنين ناس عارفاهم، أي حاجة تانية بيبقى قليل يعني، ممكن بايربوينت هو اللي تالتهم يعني، انما الاكسس والكلام ده مش معروف تقريبا، احنا بس اللي عارفينه، في ناس تانية طبعا شغالين فيه. هنا بالنسبه لايه الاكسل، عايزين نعمل رقم عشوائي، بندوس بتساوي، هنا بنعمل علامه يساوي وندوس حرف الار، اول ما تظهر كلمه راند بتوين دي هنضغط عليها ونكتب مثلا من واحد والعلامه دي الى 10 ونقفل الكوست تاني، تمام؟ فهو جاب لي ايه اول حاجه 4، لو دوسنا تاب جاب 10، دوسنا اي حاجه، لو كتبنا اي حاجه هنا فهنا 10، كتبنا هنا 20 جاب لي هنا 1. طب انا عايز اقول له حاصر الدم اجمع، يعني مثلا نعمل هنا خانات عشوائيه، وهنا ايضا 10 20 يتكرر بنفس الكلام، 10 20، ولا هو جمعها ماشي، 10 20 30 40 50 60 70 ماشي. هنا بقى عايزين من حاصل الجمع ما بينهم ده زائد ده، وندوس انتر، فعمل حاصل الجمع بالعشوائية بالرقم العشوائي. طب انا عايز هنا اعمل بتوين من لحد 100، اهو جاب 86، ونكرر الكلام ده على باقي بيت الخلايا الموجوده او الاعمده الموجوده. وهنا عمل لي العشوائيه الثانيه اللي هو جمع الكلمه الموجوده هنا زائد الكلمه الموجوده هنا، وعايز اعرف اكبر رقم، اكبر رقم لعين تلقطها بسرعه من الخانات الموجوده، بنظل ده كله تاني وبنختار العلامة دي وبنختار الجزء ده وأول حاجة بس، فأصبح بالعين كده بيقول هو ده أعلى رقم 500، بالعين كده بسرعة كده ده تاني أعلى رقم، ده وده تقريبا متساويين، متساويين، أقل رقم هو ده، تمام. فهو دي النتائج العشوائية في المايكروسوفت أكسس. ماشي، ان شاء الله في الاكسس ده برضه، في الاكسل، في الاكسل مايكروسوفت اكسل، وان شاء الله الاكسل ده هنقفله يعني، هنبدا كل يوم كل مره هنشوف في الدنيا فيها ايه. الاكسل ده مهم جدا جدا برضه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.